طيب في بعضهم طلع قبل فتره تكلم عن اقطعوا حليب الابقار لان فيه هرمونات، اقطعوا حليب مدري وشو لان فيه مدري وشو ماخذ ابره والابره تؤثر على الكيماويات، سواليف تطلع كثير جدا في موضوع الغذاء، وصار كل ديره فيها مفتي. ما هي الوسطيه او الاعتدال في الاكل بحيث اني اخذ من خيرات الله اللي انعم فيها علينا بدون تفريط ولا إسراف؟ أنت قلت كل يفتي، حتى الدين الآن يفتون فيه ناس مو متخصصين. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. لذلك هذولا المرجفون في المدينة. صناعة الألبان مثلا أو صناعة الأغذية عندنا من أفضل الصناعات في الوطن العربي والشرق الأوسط بل في العالم. وأنا أقولها لك مو عشان إني سعودي وأقول لك كم ده، لا، تواقف عليهم. صناعتهم جيدة. أنت واقف بعد. في وعليهم رقابة. وفيه رقابة ذاتية. وعندهم رقابة من الجهات الرقابية مثل هيئة الغذاء والدواء والبلديات إضافة إلى المقاييس نفسها يحللون ترى. فلذلك أذكر أنا كنت في الوزارة وخبير مختبر وحلل، فلذا يلتزمون بهذا. طبعا ما في شيء، ما في شطحات، ما في كذا، لكن مسألة أنه أسود كله ما هو صحيح. قد يكون في خلل في مطاعم، في خلل في المصانع، في خلل، لكن اللي يهول الموضوع انه ترى هرمونات ترى مضاد، مو بصحيح. انا سويت دراسات واشرفت عليها في الوزاره، سوتها الوزاره مع بيوت خبره على الهرمونات والمضادات الحيويه وعلى المواد الحافظه والمضافه وعلى المبيدات وعن الكامبيلوباكتر والسالمونيلا في الدواجن. الامور ترى ما هي بهالتهويل. فيه نعم مبيدات تعدت الحدود المسموح فيها 5%، بيعقبها تقشير ويعقبها غسيل تنزل. الملوث بالمبيدات ممكن 25%، ممكن في كل دول العالم ترى كذا، أوروبا حتى حوالي 4.8، عندنا 5 وشوي. اللي تجاوز الحدود وحلل حوالي 4000 عينة ما بين خضار وفواكه محلي ومستورد وما بين دواج وما بين المياه وهذا. فلذلك مسألة أنه ترى أبر ولا لا، هي يعني تبي كل واحد يحط في بيته عنز وقد يحل ولا بقر، ما هو بصحيح. لذلك صناعة الألبان مهمة جدا، ودول الخليج عندها رقابة برضه ويأخذون من منتجات المملكة. فلذلك اطمئنوا ترى فيه رقابة. بس أحسنت.